فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال بأن نسك الإفراد في الزمن المعاصر هو أفضل الأنساك مراعاة لشدة؟ هل يقال بأن نسك الإفراد في هذا الزمن المعاصر هو أفضل الأنساك مراعاة لشدة الزحام؟ هو إيش؟ أفضل الأنساك. أي الإفراد. وذلك مراعاة لشدة الزحام. لا، التمتع يبقى هو أفضل الإنساك في كل وقت إن تمكنت منه، وإلا لا تحج هذه السنة. نعم. وإذا لم تتمكن إلا من الإفراد فأفرد. نعم.